نحترم تباهي بكل الجامعات المصريه ونتمنى ان تباهي بهذا العمل كل الجامعات المصريه لتحضر نفس الحاجه وتيجي مثل او بعض جامعات اخرى كده عايزين يعملوا هذه القافله بهذا الشكل الضخم لان احنا شفنا النهارده دليل ان احنا في الوقت كله محتاجين القوافل دي محتاجين هذا التوافق محتاجين هذه الخدمات هذا الشعب المحترم اللي انا بقول بصوت جمود خطر عن القلب عن نفسه حرم من خدمات كثيره جدا النهارده في اللحظه الحاليه الدوله المصريه بمسألة 6 اكتوبر بمسألة فكر الدوله المصريه الا وهو خدمه مجتمعيه للمواطن المصري النهارده جايين نقدم ايد الدعم للمواطن المصري اللي يمكن الخدمه دي بعيده عنه شويه خدمه علاجيه ودوائيه في دواء فوق المكان واساتذه جامعات يعني مش دكاتره عاديين اساتذه جامعات محترم في الاطباء طبعا اساتذه جامعات في